اللي هيناقشني السفيرة في الغربية. ما شاء الله كويس قوي. امتى هتناقش معاك المناقشة؟ يعني 6 شهور ان شاء الله باذن الله. تعمل رسالة جميلة وحضرتك حابة رسالة بروحها ايه؟ الشعر الرومانسي. الشعر الرومانسي سمعنا حاجة بقى. انا هقول لحضرتك حاجة انا كاتبها. مش انا اعرف انت تعرف فين ولا لا. انا هنعرف لما نسمع الشعر. ولا في قصيده ليا اسمها اعترف. تعترف. علي صوتك كده وسمعها. اعترف اني منذ ولدت لم اذق طعم الحياه الى ان جاء يوما وعشقت قلبا فصارت لي كل الحياة. صرت طيرا بين الطيور مغردة ولا أرى من الألوان إلا المبهجة، وكل شيء حولي بدا جديدا لامعا. صرت أرى الورود الزابلات نجوم لامعات في السماء، وأشتم رائحة الياسمين في كل ركن أو إناء، وأرى كل نجوم نجوم ملكات الجمال. حتى قصائدي ما عدت أذكر فيها الحزن ولا البكاء. نسيت همي وكرهت حزني وعشقت الخمر وعشقت النساء.